السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، هذه حلقة جديدة من برنامج أحياء في الذاكرة، أهلا بكم. هو واحد من المصريين الذين خرجوا في مظاهرات عفوية عقب أن رأوا مشاهد الفض المفزعة لاعتصامات رابعة العدوية والنهضة، وواحد من شهداء الإسكندرية هو أسامة الدسوق. ولد في الأول من يوليو عام 1980، تخرج من كلية التجارة جامعة الإسكندرية عام 2002، تزوج عام 2006، وله ابنان أحمد 6 سنوات وعز الدين 2 سنة. مرحم، هو كان سيدنا، كان سيدنا سيدة جامدة، خلانا روحنا عمرة، واخد بالك ازاي، فسحنا، ودنا أماكن عمرنا ما شفناها. نشأ أسامة الدسوقي في أسرة مصرية عرفت معنى الترابط الأسري، فتأصل في نفسه بر والديه وحب إخوته، ومن ثم زوجته وأولاده. كان محبوبا بين زملائه، متفوقا ومجتهدا سواء في دراسته أو في عمله فيما بعد. هو الوحيد اللي كان صعب الشغل بيأمن عليه، مش هلاقي واحد كان بيحافظ على ماله زي أسامة. كان لأسامة شأن مع الله، فكان كثير الذكر كثير القيام والتهجد. هو أسامة كانش بيسيب فرد في المسجد على طول، قيام الليل، الفجر، صلاة الفجر أساسي في المسجد، دي غرفته على طول بيحب يقعد فيها، ودي المصلية بتاعته، كان بيصلي على طول دايما في الأوضة ديت، ومصحف قيام الليل، والسبحة بتاعته كان دايما يمشي بيها هنا، كان شيء على طول يذكر الله، لسانه على طول بذكر الله. ودي يعني ما بيطلعش من الأوضة دي، اللي يعتبر خلوة بتاعته هنا في الأوضة دي. في الوقت الذي انصرف فيه الشباب إلى اللهو واللعب، كان أسامة مهموما بحال أمته، ومع الأزمة السورية ونزوح السوريين إلى مصر، كان لأسامة مشاركة فاعلة في تسكين وإعاشة الأسر السورية النازحة. هو كان بيجيب بطاطين، أنا كنت بشيل معاه وكنت بساعده، وكنا إحنا الاتنين كنا بنعمله كل حاجة. كل لما أجيب طقم جديد ويصغر عليا أنا بديه سوريا. حتى كان يوم فض اعتصام رابعة العدوية، كان أسامة في الإسكندرية يومها، هاله مشاهد القتل والإبادة، نزل في الصباح الباكر ليصرخ بأعلى صوته، علّه يستطيع أن يوقف بصوته شلال الدم المتدفق على أرض رابعة. اتصلت بيه الساعة 1 واستشهد الساعة 4 العصر. كان شايف الضرب وشغال يعني في كل المحافظات أيامها، وكان استشهد عند المكتبة، مكتبة اسكندرية. اتصلت بيه قال لي ما تجيش اليوم دوت، قال لي عشان ما يبقاش 2 يموتوا من بيت واحد. إلى أن جاءت رصاصة لتوقف صوت أسامة الهادر ليلقى ربه على إثرها. ده الشال بتاع الشهيد أسامة الدسوقي، كان لابسه يوم الشهادة، حتى الدم عليه ما اتغسلش، ريحته مسك، وإحنا سبناه يعني بدمه كده ذكرى ليه. رحم الله أسامة ورحم الله كل من فقد حياته دفاعا عن قضية يرى أنها هي القضية الصحيحة، أو هي القضية التي تستحق أن يدافع عنها. إذن معنا أسرة أسامة الدسوقي، أحد شهداء الإسكندرية والذي استشهد في مظاهرات التي خرجت عقب فض اعتصام رابعة العدوية. في البداية أتحدث مع الحاجة فوزية مدبولي وهي الوالدة. السلام عليكم حاجة فوزية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين والبقاء لله. حضرتك طيب. العيد عدى عليكم ازاي يا حاجة فوزية؟ أسوأ أيام، أسوأ أيام العيد عدت علينا. كان أسامة بيعمل معاكم ايه في العيد؟ ما كانش بيسيبني، وكان بيفضل عندي ومصيني ومصبه، وبيزور خواته وبيزور عيلته وصلة رحم. كانش بيسيب حد ولا غريب ولا قريب، كان من أحسن الناس. أسامة، أسامة ده ما حد زيه أبدا، ما فيش مثله، بتاته وإنسانيته ومعروفه
وجاهد في سبيل الله واحتسبت عند الله شهيد. جهاد في سبيل الله ازاي؟ سبيل الله ازاي يا حاجه فوزيه؟ يعني هو ما كانش موجود وقت الفضل، ما كانش موجود في الرابعه العدويه، لكن كان باين على الشاشات كلها ان في عمليات قتل بتتم في مختلف المحافظات. انت ما قلتلوش يقعد او ما خفتيش عليه؟ قلت له ما ينزلش؟ لا ما قلتلوش ما ينزلش، ينزل ينزل يشارك في دينه وفي اسلامه. يشارك في دينه واسلامه ازاي يا حاجه فوزيه؟ يعني انت ازاي شايفه ان هو كان بيخدم دينه واسلامه لما كان بينزل في المظاهرات ديت؟ كان ماشي فيلم، ماشي فيلم، ما فيش اي حاجه. كان بيروح اعتصام رابعه قبل الفض؟ راح مرتين. راح مرتين؟ راح مرتين. واحمد ابنه عامل ايه يا حاجه فوزيه؟ عامل ايه؟ عايشين من غير ابوهم سواد. في حد بيبقى مرتاح من غير والده؟ حزين طبعا على ابوه، يكفى ان كان بيفتح عليهم الباب كل يوم، اصبح دلوقتي يتم من غير ابوه. حاله صعبه برضك على العيال وعلى زوجة وعلى أمه وعلى أبوه وعلى أخواته، وإحنا ثابتين إن شاء الله، إحنا ثابتين ومكملين لحد ما نجيبوا حق الشهداء إن شاء الله. تجيبوا حقه إزاي يا حاجة فوزية؟ إيه اللي يجيب حق أسامة الله يرحمه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم. مين اللي قتله؟ السيسة وأعوانه. طيب انا هرجع لك تاني يا حاجه فوزيه، لكن عايز اكلم الحاج احمد الدسوقي وهو الاب وهو الوالد. السلام عليكم يا حاج احمد. السلام عليكم. كل سنه وانت طيب. وانت طيب يا استاذ. كلمنا عن اسامه يا حاج احمد، كان بيتعامل معاك ازاي؟ اسامه ده كان بصر للابطال، يعني لما كنت بطلب منه حاجه ما كانش ينام لما يجيبها. عايز اروح المستشفى اللي حاجز لي، اكون مسافر عجيز استشاره، بيجيني كل وقت، في كل وقت بيجيني، ما بيأثرش معايا في حاجه، ما عملش حاجه وحشه، لو عمل حاجه وحشه نقول خلاص هو اللي جابه، المهم ما عملش حاجه وحشه، بس شهيد عند ربنا، لو اصلا ما اذاش حد، هم اللي اذوه. هم اللي طب البعض بيقول ان هو نزل في مظاهرات وان المظاهرات دي كانت بتخرب وكانت الشرطه بس بتتصدى ليها يعني. لا ولا مظاهرات ولا شيء، هم بيقولوا اللي عايزين يقولوه. اللي هم عايزين يقولوه بيقولوه. اللي طلع من المدرسه راح مظاهرات. اللي راح الشغل طلع من الشغل عايز على مظاهرات. ده فرع شغال. الفرع ما كملش كده. ما كملش بضرب النار والناس تموت ومش حقي ده. المفروض كان المسؤول ياخد الشعب بتاع صباطه، يعني يعمل فيه حب، يحب بعض وكل حاجه هتمشي. اما لو كان ضرب النار هو حل المشكله ده بالعكس الدنيا هتزيد اكتر. كل واحد عنده واحد ميت الدنيا هتزيد. انا حد هيكسب مش من عندنا، من اصدقائه من حبايبه، ان هو اصلا ما كانش بيعمل حاجه وحشه، كان كويس على كل الناس، بيتابع لله، بيزكي، وقعد عيان يطلع وايده وراه، وقعد عربيه ضربته ما سيبهوش، كانت معاملته كويسه، ما كانتش معاملته سيئه، هم منهم لله اللي ضربوه، قفلوا بيته ولا ليه ما عادش، وكان بيشتغل بتاع خاص، محاسب بيشتغل بتاع خاص، اللي راح الشغل يقبض. ما راحش الشغل ما يقبضش، ما كانش موظف في شركه ولا في اي حاجه. والله ازاي؟ هم اذوه يقتلوا عياله، قفلوا بيته عشان ايه كل ده؟ عشان ايه؟ يعني مالناش دعوه بالسكه دي، السكه دي مش بتاعتنا، مش بتاعتنا. الراجل كان بيصلي
هو واحد لما بيصلي يضربوه يضربوه، ما ينفعش الكلام ده. وحقنا عند الله هيجي، انا شهيد ما عملتش حاجه ولا صايع ولا عامل اي حاجه، حقنا عند ربنا، هو ربنا اللي بيقوله. طيب انا هكلم الزوجه بقى استاذ احمد بعد اذنك، الاستاذه فاطمه متولي. السلام عليكم استاذه فاطمه. وعليكم السلام. عايزك تكلميني اكتر عن احمد الدوسوقي الصغير بقى، الطفل اللي هو عنده سنتين ونص تقريبا، صح؟ لا، احمد 7 سنين. عايز 7 سنين. احمد 7 سنين. ربنا يبارك لك. يعني احمد ده عباره عن صوره ثانيه عن فيلم، نفس الشكل ونفس الاخلاق ونفس التناسب. ان شاء الله باذن الله احمد بدا يحفظ في القران باذن الله، وبدا برضه اشتركنا له في السباحه باذن الله برضه ان شاء الله، عشان يبقى يشترك ان شاء الله في الدين القسام باذن الله. يعني القسام مره واحده، القسام بيقولوا عليهم ارهابيين دلوقتي يا استاذه فاطمه. نعم، القسام بيقولوا عليهم ارهابيين دلوقتي. ولو الارهابي كان محبوب، محبوب ما بين اهله واصحابه، وكان اخذوه من اهله كلهم، مفيش حد بيكرهه، والطفل الاطفال بيحبوه قبل الكبار، والاطفال بتبكي عليه لغايه دلوقتي قبل الكبار. يبقى كده الارهاب بقى صفه كويسه، يعني الارهاب يبقى كلنا ارهابيين كده ان شاء الله. واعتز ان شاء الله عيالي الاثنين يكونوا ارهابيين زي ادوني مستشهد في الاقصى باذن الله ان شاء الله، وسط كتاب عز الدين القسام باذن الله ان شاء الله. وعلى فكره هو عز الدين عز الدين الصغير اللي سميه اسامه عز الدين على اسم عز الدين القسام. يعني الصغير اسمه اسامه عز الدين. ده ان شاء الله في الاقصى باذن الله. يعني مش خايفه يا استاذه فاطمه؟ يعني انت فقدت الزوج ووالد ابنائك، مش خايفه وتقولي اولادك مكملين ومسمياه اسامه عز الدين كمان؟ لا، ما هو لازم اولادي يكملوا عشان يديهم حق ابوهم. هو طبعا اسمه فايز بالجنه، يعني ان شاء الله ده كان حلم حياته. طبعا كان على طول بتقربنا الشهاده باذن الله، فكريا طول الليل كنت اسمعه وهو بيبكي وبيطلب بغلاحه على ربنا في الشهاده. فان شاء الله باذن الله لازم يعني يكملوا زيي، وهو كان على طول يعلم احمد يقول له لازم تدافع عن الاسلام، لازم تبقى قوي. وعز الدين طبعا كان لسه صغير، لما كان لسه سنه واربع شهور، كان كفايه ان هو شعوب له ضخمه ان هو مسميه على عز الدين القسام. وانا بعتذر طبعا باسم عز الدين جدا، وحبيت اكتر اليومين دول لما شفت بكل فخر يعني عز الدين القسام اللي بتعمله، اللي احنا مش قادرين نعمله هنا، ولا الحكام العرب قادرين يعملوه في غزه. ما شاء الله كتاب عز الدين القسام واقفه بنفسها، مش محتاجه اي حاجه من حد، ما شاء الله عليهم. فانا معتذر باسم عز الدين، فاسامه ساب لنا بصمه، وبرده يعني هو استشهد يعني في الجنه، بس برضه ان شاء الله مكملين على جربه. واحمد بيقول نفسه بقى شهيد زي بابا برضه ان شاء الله، لانه شاف باباه ما شاء الله كان في غزل، وكان ما شاء الله عليه، كان عليه سمات الشهداء، وبيجيلنا في رؤيه ما شاء الله على مرتبته في الجنه. فدي حاجه كلنا نعتز بيها ونفرح بيها، يعني عمرنا ما هنزعل ولا عمرنا ما هنقف على كده. لازم اكمل سته زي ما هو عايز في ابنائه ان شاء الله باذن الله، هكمله باذن الله. يعني ده بعض العرب والمسلمين بيخافوا من اللي بيعملوا عز الدين في غزه وفي فلسطين، انت جايبه لهم عز الدين في مصر كمان في اسكندريه؟ باذن الله ان شاء الله عز الدين اسامه باذن الله. طيب بقى كلميني. احمد بدا ان شاء الله، يعني بدا احمد بعد وفاه اسامه بدا ان هو يبدا في حفظ القران، بس انا خليت بنيه عند احمد الاسبوع اللي فات، يعني من كام يوم، من ساعه ما عز الدين بدات تضرب، خليته قلت له احمد خلي بالك ان عز الدين القسام، بيقول لي ماما ما شاء الله عليهم بيحاربوا حرب كويسه. قلت له خلي بالك يا احمد، شرط من يلتحق بيهم لازم يكون خاتم القران. قال لي باذن الله هختم القران ان شاء الله عشان التحق بيهم باذن الله. اللي احنا شايفينه ده اسامه عز الدين صح؟ اللي لابس ازرق. لابس ازرق ده عز الدين. ده عز الدين. واللي لابس اصفر احمد صح؟ اصفر الرباعي، الرباعي الاصفر ده احمد. ده احمد، ايوه عامل رابعه اهوت. طيب بقى كلمينا بقى استاذه فاطمه اكتر عن اسامه الله يرحمه، ازاي كان بيعامل كنتوا في البيت كاسره، وازاي كان بيعامل احمد واسامه وعز الدين؟ يعني هو اسامه كان نعم الزوج، نعم الاب، نعم الاخ. كان كنت تشوفه تعرف ان ده شهيد بجد، كان بيمشي على الارض، كان انسان، كان ملائكه، ما كانش بيحب يزعل حد منه، كان ما شاء الله عليه في بيته، كان بيته كامل كل حاجه، حاجة احنا عايزينها، الاخلاق، الفرح، كان على طول بيحب يدخل سيري على قلوبنا وعلى بيتنا. كان على طول بيصاحب احمد، كان احمد بيعمل غلط ما كانش بيضرب او يعمل حاجه، لكن يفهمه، كان يعلمه ان انت تحفظ القران، كان ينزل المسجد. يعني كان بيربي احمد تربيه يعني كويسه الحمد لله، بس يعني وعايز يديني في نظام، بس عايز يديني طبعا ما لحقش ان هو يخضع مني، مات وعنده سنه واربع شهور. كان اسامه كان نفسي ان هو يربي ايامنا غير التربيه اللي احنا اتربينا بيها، ان هم
يتربوا على الشهادة، حب الشهادة، وإن هم يبقوا خيرين، وإن هم يبقوا خادمين للمجتمع اللي حواليهم. وهو ده المثل الإخواني، هو ده الإنسان الإخواني، الإنسان المسلم اللي الناس دلوقتي طلعت عليه إن هو إرهابي. ناس إن هم الإخوان دول بقالهم كام سنة عايشين في وسطيهم، يعملوا الأشياء الخيرية، بيدفعوهم في صلاة العيد. يعني حضرتك صلاة العيد السنة دي كانت مختلفة جدا، ولا فيها زينة ولا فيها حاجة خالص، ولا فيها بهجة صلاة العيد. كان فرشلين زي خيش حاجات كده بيصلي عليهم. كان أسامة ده بيرجع من الاعتكاف كان بيسهر طول الليل عشان يعلق الزينة ويدخل السرور على قلب المسلمين. طب رغم اللي انت بتقوليه ده كله يا استاذه فاطمه، في قطاع كبير من المصريين، قطاع واسع، شايف ان الاخوان هم جماعه ارهابيه وجماعه بتخرب. ليه البعض شايف التصور ده؟ هو المشكله ان دي ناس مغيبه. من امتى هم الاخوان الارهابيين هم عايشين في فلسطين بقالهم كام سنه وبيخدموهم؟ الاخوان اول ناس بتجري في المدارس، بتعمل اسواق خيريه، في تبرع بالدم. اول ناس هم الناس بيجروا لمكاتبهم ياخدوا منهم الدم لما يكون حد مشكله. كان يتصل باسامه الساعه 2 بالليل 3 بالليل، فلان عامل حفله، ناس عاديه جدا محتاجين اكياس دم، كان اسامه ينزل ويروح ويجي. من امتى؟ دي ناس مغيبه ماشيه ورا الاعلام، الاعلام بيقول لهم كلمتين بيحفظوها، تلاقيهم كلهم بيقولوا نفس الكلام. هم من جواهم حاسين الاخوان دي حاجه مميزه ودي حاجه عاليه، هم مش قادرين يوصلوها، فلازم ان هم يحاولوا ينزلوا من شانها بكلامهم. طب استشهاد اسامه، استشهاد اسامه اثر عليكم ازاي يا استاذه فاطمه في محيط الجيران بقى والاسره اللي موجوده، الناس اللي كانت بتحتك معاه بشكل مباشر، الجيران اللي كانوا مختلفين معاه سياسيا واللي كانوا متفقين معاه سياسيا؟ والله هو يعني استشهاد اسامه حدث زي حدث رابعه بالظبط، بين لنا الخبيث من الطيب. عرفنا الناس اللي على حق، عرفنا الناس اللي بتحبنا بجد من قلبها، عرفنا الناس اللي هي الخبيثه، الناس اللي بتكرهك من جواك من جواها. فالحمد لله الواحد عارف. بس صراحه انا بفتخر باسامه، انا وعيلتي بنفتخر باسامه ان هو احنا مسمينه الشهيد البطل، امين شهداء الاخوان. فما شاء الله اسامه كنت بفخر بيه كزوجه ايام ما كان عايش، بفخر بيه دلوقتي برضه كزوج برضه شهيد. ان شاء الله باذن الله يا رب بس يشعل لنا يوم ان شاء الله ويجمعنا معاه في جنته باذن الله. طب يوم العيد عدى عليكم ازاي يا استاذه فاطمه؟ هل اثر عليكم استشهاد اسامه في العيد؟ عملتوا حاجه ما كنتوش بتعملوها قبل كده؟ والله هو طبعا يعني ده تاني عيد يعني بعد اسامه، طبعا عيد مختلف. يعني اسامه كان بالنسبه لنا كان هو اللي بيدخل فرحه العيد علينا وعلى العيله وعلى الاسره يعني. ويعني الحمد لله. بس انا يعني الواحد لما بيزعل على فراقه بيرجع يحتفل ان هو شهيد. واكيد اسامه دلوقتي العيد عنده احلى في الجنه، فطبعا هو مبسوط في الجنه فوق وعيده احلى فوق، يبقى احنا عيدنا هنا كويس. هو ناقصني حاجات كتير طبعا من غير اسامه، بس مع الوضع لما بنفتكر اسامه فين بنحتفظ وبنصبر. بس طبعا العيد ما ينفعش من غير اسامه ونقصانه طبعا. اسامه هو كان الاساس بتاعنا وبتاع العيله كلها، كان هو اللي بيعيد على الناس كلها، قريبه واحد واحد من الكبير للصغير، كلهم مفتقدين رسائل، مفتقدين اتصال دلوقتي. نعم. كل حاسس ان في حاجه نقصانه يعني، بس الحمد لله. هتحس ان حق اسامه جه امتى يا استاذه فاطمه؟ امتى تحس ان حق اسامه جه من اللي قتله؟ طبعا باذن الله. طبعا انا مش عارفه مين اللي قتل بالقانون، مين اللي قانته، فاحنا بندعي عليه يا رب لو ما كانش اخذ جزاء ان ربنا ينتقم منه. بس طبعا انا عارف ان حقه لما الدكتور مصطفى يرجع ان شاء الله، لما السيسي باذن الله ان شاء الله يتعلق، انا نفسي يتعلق ان شاء الله في ميدان الرابعه ويتحرق وهو حي زي ما حرق اخواننا في النهضه وفي الرابعه. لما السيسي يتحرق كده ان شاء الله هو ومساعدينه وكل مفوضينه، يبقى هنعرف ان حقه سنه رابعه. حقه سنه رجع له لما هو نال الجنه وشاف مقاده من الجنه، وده شفناه في ابتسامته وهو واحنا بنغسله، ابتسامته ما شاء الله عليه. بس احنا نعرف ان حقه يرجع هنا على الارض لما ربنا ان شاء الله ينولنا من السيسي ومحمد ابراهيم ومن كل الناس اللي عاملتهم في فض رابعه واللي سالت الدماء دي كلها. يعني غزه داخله في شهر عدوان عليها ما وصلش ل 5000 شهيد في يوم واحد زي ما احنا يوم رابعه وصلنا 5000 شهيد. نعم. حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب انا ارجع تاني بعد اذنك للحاجه فوزيه مدبولي وهي الام. يعني عايز اسالك يا حاجه فوزيه عن معامله اسامه الله يرحمه ليكي، كان بيتعامل معاك ازاي كام؟ معاملته ده كان ابن واخ وكل اللي ليا في الدنيا. من معاملته الحلوه معايا ما ينامش على فرسته الا لما يكون بيني ومراضيني وبايس ايدي وبايس ايد ابوه ومراضيني يوميا، ما ينامش على فرسته الا لما اكون عامل كده. من اخلاصه كان مخلص للناس كلها. انا خسرت خساره كبيره قوي لقدامه والله، بس احتفظت عند الله سعيد.
ربنا يجعله مصير هو واللي زيه وينتهي من كل اللي ضربه. حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم. طيب البعض يا حاجه فوزيه كان بيقول انه اللي بينزلوا في المظاهرات ديت ناس عنيفه وبتستخدم العنف وبتكسر المحلات وان هو لازم الامن يتصدى ليهم. كل ده كذب، كل ده كذب، كل ده كذب. ده بينصف منتهى الادب والكمال، ده هم اللي بيطلع عليهم الكلام ده. اما هم من احسن الاخلاق، ولو الدنيا كلها باخلاقهم كانت الدنيا ما تبقاش كده، كانت الدنيا تبقى حلوة. أما بيقول عليهم إرهابيين، ده كلام ما يتسمعش خالص ده، لأن إحنا اللي عارفين تربيتهم كويس، مش هما اللي بيقولوا. وصلنا ده أخلاق ممتاز، هو واللي زيه، كل اللي ماتوا من أحسن الأخلاق. وحسبنا الله ونعم الوكيل في اللي قتلهم واللي خرب بيوتهم واللي يتم عيالهم. ربنا يتم عيالهم زي ما يتم عياله، ونشوفهم متعذب في الدنيا سيسو واعوانه. انا مش عايزاه ميت، انا عايزاه حي متعذب. حسبنا الله ونعم الوكيل فيه. ده اخواته كلهم بيقولوا مش اخونا اللي مات، ده ابونا اللي مات اليوم ده، لان كان اخ واب ليهم مع اخته ومع اخواته الصبيان ومع الناس الغريبه. ما حدش دلوقتي بيجيب سيرته بحاجه واحده، لو هو بقى ارهابي ما حدش هيجيب سيرته، ما حدش هيسأله خالص. طيب يا حاجة فوزية، هرجع لك تاني وهرجع لأسرة الشهيد أسامة الدسوقي أحد شهداء الإسكندرية، لكن بعد أن ننتقل إلى شهيد آخر لا زال حيا في الذاكرة، حيث لم يشفع لأنس حمدان أن يكون طالبا متفوقا في الخامس على دفعته في كلية طب الأسنان بجامعة الأزهر، حيث كان يحفظ القرآن الكريم كاملا. أنس كان ينتظر تخرجه ليحقق حلمه وحلم أسرته ليكون طبيبا يداوي جراح المرضى، لكن رصاص الجيش قتلت أنس وقتلت أحلامه. ففي فجر الثامن من يوليو العام الماضي استشهد برصاصتين في مذبحة الحرس الجمهوري. رصاصة في البطن وأخرى في الصدر، مكافأة على تفوقه ونبوغه وحصوله على المركز الخامس على دفعته. أنس حمدان محفوظ، الطالب بالفرقة الثالثة بكلية طب الأسنان جامعة الأزهر، ولد في الأول من أكتوبر من عام 1992. بفضل الله يعني في الثالثة ثانوي جاب مجموع كويس جدا ودخل طب أسنان. في أول سنة جاب امتياز، في ثاني سنة جاب جيد جدا مرتفع، في ثالث سنة اللي هي السنة اللي استشهد فيها يعني طلع الخامس على الدفعة بتقدير امتياز برضه. لم يمنعه تفوقه من النشاط الطلابي، حيث كان مقرراً للجنة الإجتماعية في اتحاد طلاب الجامعة. كان يحفظ القرآن الكريم كاملاً ويعمل مع والده في ورشة لتصليح الأجهزة. الواحد فينا اللي كان مختلف، مش عشان هو مات بس دي حقيقة. يعني لما أكون بالصيف تروح راس البر وتبقى مثلاً أكتر من 17 واحد ومخلص شهادة ثانوية عامة وأكيد مخلوم من الامتحانات ومن الدراسة وكده، أكيد بتفك عن نفسك. الوحيد اللي كان منضبط فعلا، منضبط تماما. انا بقول لك زي ما قلت لك، انا بتحرج ان انا اغلط وانا معايا. بعد ما اخويا استشهد انا عملت له، حبيت اعمل له اغنيه. ف انا وواحد صاحبي في نفس المجال يعني الفناها ووزعناها ويعني وغنيناها والحمد لله طلعت كويسه وسمعوها. رصاصه الغدر صعبت قلب انسان حرقه جثته، حتى ما سابوش جثته تتهنى في دفنته. كل ذكرى شهيد ده بحب كل خير موجود مكملين جوانا ايدين صامدين ثابتين. شارك في اعتصام رابعه العدويه من اول يوم. فجر الثامن من يوليو كان انس يصلي الفجر في اعتصام الحرس الجمهوري، ويبدو انه كان اخر فجر يصليه، حيث أضحى ضحية من ضحايا هذه المجزرة الأليمة، مجزرة الحرس الجمهوري. كنا بنصلي الفجر معاه في يوم في موت الشيخ أحمد ياسين الله يرحمه.
خرج من الجامعة متضايق جدا، قال لي الظلمة الكفرة عتلوه وهو عاجز وعك ايده، فصل الكلام خالص وقام جامل لي بس يا بخته ايه ده، صلى الفجر ومات، صلى الفجر واستشهد. يا سلام يا ده ابراهيم لو انا موت الموتة دي، وهميت نفسي الموتة، صلى الفجر ومات. اذا لما تمنى انس حمدان طالب الفرقة الثالثة بكلية طب الاسنان بجامعة الازهر والذي اغتلته او قتلته رصاصات الجيش امام نادي الحرس الجمهوري في اول المجازر التي تمت عقب الانقلاب العسكري. رحم الله انس. معنا والدة انس الاستاذة احلام. سلام عليكم استاذة احلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. البقاء لله. البقاء والدوام لله. معلش احنا بنجدد عليكم الاحزان تاني. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. دلوقتي مر سنة تقريبا يا أستاذة أحلام على الاستشهاد في الحرس الجمهوري أو أكتر من سنة، مرت عليكم إزاي السنة ديت؟ الحمد لله على كل حال، اختبارات ربنا كلها رحمة ونعمة، وربنا بيختبر على قدر الإيمان، وربنا يجعلنا من أهل الإيمان. أنس ما افتقدناهوش خلال السنة، أنس عايش جوانا وعايش عند ربنا سبحانه وتعالى حي، فده سبحان الله بيسلك صدورنا إن هو يعني سبحان الله فقد الحياة الدنيوية لكن حي عند ربنا سبحانه وتعالى، حي بروحه وحي بنعيم ربنا، حي بالخير اللي ربنا اعده له فوق. ربنا يجعلنا من الصابرين على فراقه يا رب، والصابرين على قدر ربنا سبحانه وتعالى. طيب لكن برضه طالب في الجامعه، طالب في الفرقه الثالثه، كان انت كأم منتظره اليوم اللي يتخرج فيه من الجامعه ويفتح عياده، منتظره اليوم اللي يتجوز فيه ويقول لك انا عايز اخطب يا امي، كل ده ما اثرش فيكي كأم؟ أكيد أثر وما زال متأثرة لحد الآن، لكن هو ده قدر ربنا سبحانه وتعالى، مفيش بني آدم بيهرب من ربنا سبحانه وتعالى قدره له، ولعله خير، لعل ربنا سبحانه وتعالى أعدله في جنته أفضل مما يكون بنشوفه الدنيا، لأن الدنيا كلها اختبارات وكلها ابتلاءات ومفيش فيها راحة أصلاً، فربنا أعدله خده من هنا في حياة مظلمة، حياة متعبة، حياة كلها آلام، لكن رفعه الحياة عليا عنده أفضل حياة عند ربنا سبحانه وتعالى. سبحان الله عزائنا كله ان هو حي عند ربنا سبحانه وتعالى، يرزق حي ونعم، حي تحس ان ربنا سبحانه وتعالى راضي عليه ان شاء الله رب العالمين. طيب بما انك كده يعني ماسكه وثابته يا استاذه احلام، انت ما بتطالبيش بحاجه مع من قتلوه؟ لا طبعا، من ايه ده، انا مستنيه، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا ولوليه سلطانا، مستنيين سبحان الله يعني حقنا ناخده في الدنيا قبل الاخره ان شاء الله رب العالمين، ومستمرين وصامدين على كفاحنا ان شاء الله رب العالمين لغايه ما ناخد حق اولادنا كلها وحق ديننا وحق شريعتنا وحق رسولنا عليه الصلاه والسلام، فمستمرين ان شاء الله رب العالمين لاخر نفس من عمرنا، كلنا مجاهدين لغايه ما نوصل للحقوق اللي ربنا سبحانه وتعالى اداها لنا في الدنيا واداها لنا في الاخره. طيب بتسيبي بقى اخوه اسامه ينزل مظاهرات اخوه الصغير ولا خلاص كده بعد استشهاد انس؟ لا ان شاء الله رب العالمين متواصل ان شاء الله، انا لما بمنعه بحس بخيانه. بتحسي بالخيانه لما بتمنعيه؟ اولا نعم، بتحسي بالخيانه لما بتمنعيه انه ينزل؟ بحس بخيانه لما بحاول ان انا اقف قدامه واقول له ما انزلش، قلب الام وعاطفه الامومه بتبقى بتطغى شويه، لكن بحس بالخيانه ان انا بخون ديني وبخون شرعه وفي نفس الوقت بخون دم اخوه، لان استحاله ان هيجي دم اخوه حق اخوه واحنا قاعدين كلنا حاطين ايدينا على خدنا ونقول ربنا يفرج، لازم كلنا بنجاهد لغايه ما نوصل لان ربنا سبحانه وتعالى قدره لنا في الدنيا والاخره ان شاء الله رب العالمين. ان شاء الله. طيب انا اكلم بقى، انا اكلم اسامه الاخ الاصغر. يا اسامه انت لسه بتنزل في المظاهرات، ما انتش خايف؟ هنخاف من ايه يعني، هو راح لنا اهم واحد في العيله، هنخاف من ايه، مش فارقه، واحنا الحمد لله بننزل يعني كل ده جهات في سبيل الله، يعني لو نزلنا روحنا كل ده عند ربنا يعني حاجه فوق يعني ما فيش خوف، الخوف خلاص يعني من بعد انس خلاص الخوف راح. طب اسامه انت ليه بتقول ان هو اهم واحد في العيله؟ لا هو والله ما عشان مات انس يعني المنطقه والعيله وكل يعني العائله كلها والمنطقه والشارع واصحابه، والله العظيم عشان انا توفى او حصل حاجه، لكن هو اللي كان يعني الحاجه النبذه اللي في العيله المتميز كده فينا في كل حاجه، في شغله حتى كليته، يعني كان دكتور اسنان وكان ما شاء الله ورشه والده، يعني كان حافظ الصنعه، هو اللي معلمها لي، هو اللي معلمني صنع،
وكان مميز وكان الهادي خالص بينا، وكان ما شاء الله يعني كل الفروض في الجامع، وما كانش حد حتى بيقول له انزل صلي يا انس، كان هو اللي يقعد يقول لي، كان هو اللي يقول لي كذا كذا كذا. لكن مش عشان والله توفى، لكن هو المميز في العيله، المميز في العيله بتاعتنا كلها، كان في حاجة والناس كلها تشهد يعني على كده. كان في حاجة في تاريخ أنس بتؤشر إن هو ممكن يموت الموتة ديت يا أسامة؟ والله يعني الحاجات دي فهمتها منه بعد ما توفى، فهمتها بعد ما توفى يعني، افتكرت كان قال لي على شوية حاجات كده اللي هو تاب الحمد لله وجاهم من ده، فقلت له أنس كان حصل مشدد بيني وبين كلامه كده، بيقول لي يا ابني مش هتتوب، بقول له مش لما تتوب أنت مش لما تتوب، فقام قايل لي لا الحمد لله، قام بايس إيده وشه وضهر كده، قام قايل لي لا الحمد لله أنا توبت يا أسامة، أقول له إحنا بناخد من كده كتير يا أنس، قايل لي لا أنا توبت يا أسامة، قلت له يعني كده كده، قايل لي أه أنا خدتها عادي. جيت قالها لي تاني بعدها بفترة قبل ما يتوفى مثلا بأسبوع كده ولا أسبوع ونص، فقام قايل لي نفس الكلام، حصل برضه نفس الكلام مع فما تذكرتش بالموضوع ولا افتكرته وفهمته إلا بعد ما توفى. وحتى يعني آخر يوم اللي هو قبل ليلة الحرس على طول، كان جالي بيقول لي يا أسامة مش معايا 5 جنيه، بقول له ليه؟ بيقول لي أصل واحد صاحبي مسافر ومش عايز يسيب فلوس عليا. انا دي الكلمه دي ما فهمتهاش الا بعد ما السوشيال، مش عايز يسيب فلوس عليا، ايه وتصرفت له واديتها له، فبعدها على طول اللي حصل فذكرت بقى الموضوع ده وفهمت كل الكلام اللي كان قاله لي طلع كلام جد يعني كله. فباذن الله هو في الفردوس الاعلى، ويا رب يتقبل لهم الشهداء، ويا رب يا رب يفتكرنا نكون من السبعين اللي يشفع لهم يوم القيامه، يا رب يا رب ان شاء الله. طيب ارجع تاني للام الاستاذه احلام. يعني انس يا استاذه احلام كان طالب في كليه اسنان، وكان حافظ القران، شاب ازهري، وكل المؤشرات زي ما بيقول اسامه بتقول ان هو الراجل ده يعني نهايته هتكون فريده. انت ايه اللي عملتيه معاه في التنشئه عشان يوصل للنهايه ديت؟ الحمد لله رب العالمين، انس اتربى من طفولته على كتاب ربنا سبحانه وتعالى، واتربى على اخلاقيات المصطفى صلى الله عليه وسلم، من صلاه ومن صيام ومن دواعي الايمان كان متربى عليها من طفولته، كلهم كده، بس ده كان يعتبر مميز يعني، متفوق اخلاقي، متفوق ديني، متفوق سبحان الله بالتزامه، متفوق بتفوقه، فده كان بيميز شويه عن اخواته كلهم، لكن سبحان الله احنا ربناهم من البدايه من طفولتهم على طاعه ربنا سبحانه وتعالى. فهو سبحان الله املنا ان ربنا يتقبلنا كلنا بنفس الموت اللي انا سموت عليه. طيب يا أستاذ أحلام، تلقيت خبر استشهاد أنس إزاي؟ الحمد لله رب العالمين، هو ربنا سبحانه وتعالى يعني قبل ما بيبعت الابتلاء بيبقى مقدر أشياء أو بيختبر الإنسان أو بيربي الإنسان على حاجة معينة، كأن ربنا سبحانه وتعالى بيربينا في الفترة اللي فاتت دي كلها على إننا سبحان الله جاي لنا اختبار شديد أوي أوي أوي، وكأني بقرأها في آيات ربنا سبحانه وتعالى في القرآن، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله وما يؤمن بالله يهدي قلب، كأن دي كانت رسائل بتجيلي في خلال فترة اعتصامه في رابعة، إن دي في حاجة حدث جاي، بس هو في مين معرفش، هو لأن أولادي التلاتة كانوا هناك، أولادي الاثنين التلاتة أو كنت تلاتة أو بأنس وأبوهم كان هناك، فكان كأني يعني ربنا بيبعت لي رسالة إن في حاجة جايالك بس هو مين مش عارفة. لكن يوم قبل استشهاده بثلاث ايام كان اتصل بيا فجر الخميس وقال لي يا امي انا جبت امتياز وجبتها من الكنترول، فسبحان الله قلت له الف مبروك يا انس، لسه هضمك لصدري يا انس، بس احساس داخلي ان انا ما عدتش هضمك تاني يا انس، احساس داخلي جوايا. فكان سبحان الله لما تلقيت الخبر ان الحمد لله رب العالمين احتفلناه عند ربنا وما قلناش الا لربنا سبحانه وتعالى يرضى عننا ان شاء الله رب العالمين، وكان ربنا هو اللي مثبت قلوبنا ومصبرنا ان احنا نقدر نطلع الكلمات دي من بقنا، لان سبحان الله هي هديه غاليه بان بيها فتره معينه وعاشت معانا الهديه دي، وحب ياخد الهديه بتاعته هنقول له لا، وحب ياخدها سبحانه وتعالى ان شاء الله لاعلى قليل، ما نقدرش نقول الا ربنا سبحانه وتعالى يرضى علينا دي ان شاء الله رب العالمين. طب لما جالك ربنا يجعلنا من الصابرين يا رب. لما جالك الاحساس ده انك ممكن تفقدي احد ابنائك او زوجك في رابعه، ما اتصلتش بيهم قلت لهم خلاص ارجعوا تعالوا؟ انا قلت يوم الانقلاب اخوه اتصل بيا وقال لي يا امي احنا ابعت لنا ملابس وهدوم وكلام من ده، فده اخو كبير، قلت له لا يا احمد ارجع ما ينفعش هيموتوكم، فهو شد التليفون من ايده وقال لي ابعت لنا ملابس يا امي، فما قدرتش انطق معاه الكلمه، كان ده قدر ربنا جاري علينا ما اقدرش ان انا اقف قدامه ولا اقول له اي حاجه.
فسبحان الله انا حنان الام وعاطفه الامومه موجوده، ان انا فعلا خفت ان انا يموتهم، قلت له ارجع يا احمد انت ارجع انت واخوك، لكن سبحان الله اما انا اتنطع بالكلمه ما قبلش شنطه اقول له اي حاجه، ماشي فبعت لك يا ادم خلاص الموضوع انتهى. طيب باعتبارك واحده من اهالي الشهداء الاحداث اللي مرت يا استاذه احلام، البعض بينظر لكم باعتباركم انتوا اساس المشكله السياسيه في مصر، يعني كل ما حد بيتكلم عن الحل السياسي بيقول طب اهالي الشهداء نعمل فيهم ايه، والبعض بيقول ان احنا ندفع الدية عشان نحل المشكله ديت والبلد تمشي لقدام بدل ما احنا داخلين في اضطرابات سياسيه زي ما بيقولوا. استحاله ان احنا نرضى باي حل الا ان حقوق اولادنا ترجع لنا، اللي قتل واللي حرق واللي لهب واللي سرق واللي اعتقل واللي بهدل ده لازم ناخد حقوقه حقنا منه قبل ما نقول اي حل، لان ده قلوب امهات وقلوب ايتام وقلوب ارامل، كل دول اتمنوا وكل دول اتيتموا وكل دول حصل لهم كده، نرضى ازاي؟ نرضى ازاي وحقوق اولادنا ما اتاخدتش؟ نرضى ازاي ودم ابننا ودم اولادنا ما اتاخدش؟ استحاله اي ام استحاله تهدى ولا اي ارمله تهدى ولا اي طفله تهدى ان حق ابوها وجوزها وابنها لازم يتاخد على ظهر الدنيا ان شاء الله رب العالمين، ولو ما شفناهوش احنا ان شاء الله هنشوفه عند رب العزه سبحانه وتعالى. واملنا في ربنا كبير، استحاله يضيع حقوقنا، استحاله يضيع حقوقنا. مين اللي بلغك بخبر الوفاه يا استاذ احلام؟ اللي بلغني بالخبر هم قالوا ان هو دخل المستشفى الساعه 6 مستشفى التامين الصحي وفي عمليات. فطبعا قعدنا نصلي ونرجع، بس انا عندي يقين ان هو ميت. الاصابه خطره والنبض ضعيف، فعندي اصابه ان هو خلاص يقين ان هو ميت. فجالنا الخبر الساعه 1 ان النبض ضعيف قوي، فقلت لهم مات، قالوا لي لا لا لا. فجالنا الخبر من واحده جارتي كده دخلت عليا بطريقه صعبه قوي الساعه 4 وقالت لي احتفلي عند ربنا. كان الخبر صعب جدا جدا جدا، بس انا عندي احساس من الصبح من ساعه الخبر ان هو خلاص ميت، مفيش اي يعني. الحمد لله الحمد لله البقاء لله. أستاذ أحلام محمد والدة أنس حمدان أحد شهداء الحرس الجمهوري، أشكرك شكرا جزيلا. وكذلك أسامة حمدان الأخ الأصغر ومن الإسكندرية، كانت معنا أسرة الشهيد أسامة الدسوقي أحد شهداء المسيرات التي خرجت عقب الفض بالإسكندرية. أشكر الأسرة الكريمة كما أشكركم مشاهدي الكرام على طيب المتابعة. هذه تحيات فريق برنامج أحياء في الذاكرة، في أمان الله.